منتاجها يا سيدي متفرد بالحسن والإتقان والإبداع. تعالى وبركاته، مرحبا بكم. كنتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم العجينه ديال الطاكوس. بسم الله على بركه الله. ديال الطحين ديال الفرينه، ديال السكاز ديال الزيت، جوج خمارات حمرين، شوية تاع الملح، بسم الله. نبدا نعجن العجنة بالحليب، ها العجينة ديال الكتا كتجي بحال هكا. غادي نخليها ترتاح واحد 5 دقائق ونرجع باش نكمل معاكم ان شاء الله. العجين ديالنا بعد ما ارتاح لينا غادي نشكلوها ان شاء الله كويرات. شويه ديال الفركة دابا غادي نبدا نشكلهم ان شاء الله هكا. كندير 3 في خطره، نديرهم شويه الزيت، ندير الطحين، ندير واحده فوق هذه، غادي نقلبها، ما نخليوهاش تحمر بزاف.
يجيو هكا محلولين غادي نستمر بحال هكا نعمرو. ها الخبز ديال التكوسكي كيطلع كيجي بحال هكا يجي رقيق وساهل دغيا كيوجد. وكنتمنى يعجبكم، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش يجيكم الجديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.